صباح الخير عليكم من كندا. الساعة 8 صباحا النهاردة الجمعة 12 فبراير. بدأت السلوك تنزل فحبيت أخرج، حطيت عليا حاجة بسرعة كده وحبيت أخرج أوريكم بداية هطول السلوك. الويك إند متوقعين، الويك إند ده متوقعين درجة حرارة هتنخفض جدا وهينزل ثلوج كتيرة جدا، فأنا حبيت طلعت أوريكم، بس شايفين طلع أوريكم بس بداية نزول التلج. هطلع أمشي معاكم شوية في الشارع أفرجكم على البداية. دلوقتي ميعاد خروج الأولاد للمدارس، وزي ما انتوا شايفين منظر جميل جدا والهواء نقي. انا بحب الشعور ده جدا، يعني زي الامطار. انا من اسكندرية وبحب المطر، يعني في اسكندرية لما كانت الدنيا تشتي او تمطر كنت احب انزل امشي في الشارع. هنا كمان بحب اطلع لما السلوك تنزل، حتى ولادي بيحبوا كده برضو. انا مش عارفه واضح ولا لا، ورايا السلوك نازله ازاي شكلها، انما هو احساس حلو جدا. زي ما انتم شايفين الشارع اتغطى بطبقه، بنتي هي راحة المدرسة، راحة لموقف الباص. زي ما قلت لكم احنا لسه الساعة 8 الصبح. كل شوية هاخد لكم لقطة، الهواء بيشتد، كل شوية هاخد لكم لقطة عشان تشوفوا بالتدريج هينزل قد ايه وهيتراكم ويبقى شكله ايه بس دلوقتي بدأ يشتد جدا، فأنا يعني بصراحة مش قادرة أقف، يعني التلج اللي نازل يعني بيلسع الوش كأن حد بيحدف عليك رملة من شدته وإنه كتير جدا. فأنا هدخل البيت وأحاول أصور لكم من الشباك لو ينفع، ونعمل فيديو حلو ان شاء الله. انا دلوقتي دخلت جوه في الدفا، وزي ما انتوا سامعين في الخلفية انا بحب اشغل موسيقى هادية. كمان عندي قناة تانية للموسيقى الهادية وبعمل فيها فيديوهات موسيقى هادية ومناظر طبيعية، فيديوهات طويلة شوية ساعة وساعتين، لان انا بحب اسمع موسيقى، بحب اروق اعصابي. يعني زي ما انتوا شايفين نزول التلج عمال يزيد، هفضل اتابع معاكم كل شويه نصور عشان تشوفوا مدى تراكم التلج على مدار اليوم. ازيكم عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي بقت 9. شايفين الارض مكان ما انا رشة الملح، هي الاماكن الوحيدة اللي بينزل عليها التلج ويسيح على طول، انما الاماكن اللي مش عليها ملح قوي خلاص. انا طالعة بس اصور لكم بعد ساعة من نزول التلج. الدنيا بقت عاملة ازاي كده؟ انا خلاص وصلت لنهاية ممر العربية، ده الشارع.
ده الشارع اللي بتمر فيه العربيات، شايفينه بقى تماما مغطى بالثلج، ولسه مازال هطول الثلج مستمر. زي ما انتوا شايفين ورايا ازاي بنازل وازاي نازل على لبسي. واضح ان نهاية الاسبوع ده هتبقى سلوك هطول سلوك كتير زي ما انتوا شايفين، مما ينبئ ان هيبقى عندي شغل كتير ان انا اشيل التلج من الممر التاني. بس المرة دي، المرة اللي فاتت كان 1 سنتي في الارض، دلوقتي نازل اكتر من 2 سنتي لغاية دلوقتي في ساعة، فمعناه ان هتبقى المهمة صعبة شوية، لان المرة دي اشد. شايفين ورايا الشجر بقى عليه تلج قد ايه؟ لكن برضو انا بحس ان هو شعور ممتع ان الواحد يبقى واقف و نازلة السلوج عليه. هي عاملة زي دلوقتي، يعني اول ما عملت الفيديو كانت عاملة زي ما يكون حد رملة، انما دلوقتي هي عاملة زي القطن، يعني زي ما يكون زخات من القطن نازلة. بس طبعا اول ما بخش البيت في الدفا بتحول كل ده المية، بتبقى يعني كل التلج بيدوب وتتحول كل دي لمية، فلازم اول ما ادخل اقلع البوت وانفضه. و احطه على يعني ممسحة من البلاستيك علشان الارض، يعني التلج ده اللي بيدوب من الحذاء بيكون كمان فيه ملح، فعلشان ما يبقعش ويبهدل الدنيا. مازال السلوج نازلة بكمية كبيرة جدا. الساعة دلوقتي 9:30، واضح ان احنا يعني عندنا يوم طويل. الساعة دلوقتي 10، وزي ما احنا شايفين كمية السلوك بقت قد ايه. شايفين انا بحاول امشي وعلى باب البيت، وما زال هطول السلوك مستمرا من قبل 8 صباحا. شايفين الدنيا بقت عاملة ازاي؟ شايفين الارتفاع بتاع اهو الملح، وشايفين ارتفاع نزول التلج كام؟ واصلين دلوقتي 3 سنتي اهو. يعني بقى 3 سنتي سلوج، ولسه من المتوقع انه هيفضل لساعات طويلة ينزل. زي ما انتوا شايفين ورايا الشارع بقى شكله عامل ازاي من الناحيتين. دلوقتي انا مفروض اروح الشغل، بشتغل دوام جزئي، ه
هطلع العربية واروح، هحاول اصور لكم وانا سايقة الشكل بيبقى عامل ازاي. طبعا انا مش هقدر اكسح التلج ده دلوقتي لانه لسه بيفضل ينزل، لما يقف بقى الناس تبتدي تطلع تشيل، لان هو كده هيفضل، لو شلنا هينزل تاني وتالت ورابع، طول ما هو مستمر كده محدش بيطلع يشيل التلج لغاية لما خالص يتوقف. حبيت اوريكم لما فتحت باب الجراج ارتفاع التلج المتراكم عامل ازاي. شايفين ارتفاعه على الارض، من الارض ده ارتفاعه. دلوقتي انا طلعت بالعربية، عشان اروح شغلي لازم ابقى امشي ببطء وحذر شديد، لان كمية الثلوج اللي موجودة على الأرض كبيرة. علشان العربية ما تزحلقش مني، المفروض ان الشوارع الرئيسية اول شيء البلدية بتشيل السلوك منها، انما الشوارع الجانبية اللي زي اللي انا ساكنة فيها دي بيتأخروا شوية في انهم يشيلوا السلوك منها. الاولوية للهاي واي والشوارع الرئيسية اللي بتمشي عليها اكتر المرور يعني. لازم أتأكد إن ما فيش عربيات يميني أو يساري قبل أمشي، وبمشي بحذر علشان سامعين انتوا، يا معرفش سامعين ولا لأ، صوت الكاوتش على التلج. مكتوب هنا السرعة 40 لأن احنا في منطقة سكانية، لكن حتى يعني أنا ماشية لو شفته أقل من كده، ماشية على 20 بسبب وجود السلوك على الأرض. هوريكو بصوا الشوارع الجانبية تماما مغطاة بالسلوك. درجة الحرارة زي ما انتوا شايفين -10. العربيات هنا بتبقى مجهزة تكييف سخن وبارد، وفيها مميزات زي تسخين الكرسي اللي انت قاعد عليه، تسخين الدركسيون العربية بسبب شدة البرودة.
كل الناس بتمشي بحذر، بتسوق بحذر في الأجواء اللي زي دي. بس كل واحد لازم يروح شغله، يعني محدش يقدر ما يروحش إلا في حالات اللي بيكون فيها تحذير من الحكومة، هي اللي بتقول ما فيش خروج اليوم بسبب عاصفة مثلا شديدة جدا جدا. يعني ممكن ما تحصلش الموضوع ده إلا مرة في السنة تقريبا. يعني درجة الحرارة نزلت كمان، بقت ناقص 11، وما زال هطول الثلج مستمرا. بفرمل بحذر شديد، لاني لو ضربت فرامل جامدة العربية ممكن تتزحلق مني جامد لا قدر الله. حاليا انا وصلت الشغل وركنت عربيتي، وزي ما انتوا شايفين عمق ارتفاع التلج قد ايه في الارض. لازم اشيل المساحات علشان لما اطلع اعرف اشيل التلج من على الازاز. لازم المساحات تكون مرفوعة علشان لما اطلع من الشغل اعرف اشيل التلج من على الازاز. دلوقتي انا خلصت ساعة في شغلي ومروحة، ودي شكل العربية بعد ما طلعت. متغطية بالتلج، لازم امسح التلج من عليها. دلوقتي هبتدي امسح التلج من عليها. اللي شاف معايا حلقة محل الدولاراما، انا كنت اشتريت الفرشة دي عشان اشيل بيها التلوج من على العربية عشان اعرف اسوقها بعد ما خرجت. لازم اشيل من على الازاز قدام وورا عشان اعرف اسوق، والا مش هبقى شايفة اي حاجة. دي ساعة واحدة، يعني انا دخلت الشغل 10:30 وخارجة 11:30، دي ساعة واحدة فقط لا غير. انما واضح ان احنا اليوم عندنا كمية سلوك كبيرة هتنزل. طبعا لازم اشيل من على الازاز اللي ورا. شايفين ايدينا العربية؟ طبعا
طبعا انا ما همشي بيها. هطير كل السلوك دي سامعين طيور المهاجرة. ماشيين رايحين المناطق الدافية، سايبين كندا ورايحين مناطق أكثر دفئا. تالي سامعين أصواتهم. ما اعرفش قادرين تشوفوا معايا الطيور دي اللي طايره ولا لا. كميات سامعينهم ما شاء الله تبارك الله. مهاجرين ماشيين من شدة البرد، رايحين يدوروا على مكان. أقل برودة. ما شاء الله. شوفوا الدقيقة اللي على ما صورت الطيور دي العربية نزل عليها تاني الثلج. كده انا هنزل المساحات. انا دلوقتي ركبت العربيه واشغل المساحات. طبعا الميه اللي بتبقى موجوده في العربيات دي بتبقى ميه مخصوصه، بيبقى فيها ماده بتحافظ على انها ما تتجمدش في الشتاء، والا العربيات تبوظ. لو يعني ممنوع نستخدم الميه العاديه في العربيه في للمساحات او لتزويد المياه للعربيه. في هنا مياه مخصوصه بتتشرى بتكون معالجه ان هي ما تتجمدش في درجات الحراره المنخفضه دي. انا دلوقتي مروحه في طريقي للبيت. زي ما انتوا شايفين لسه بتمطر ثلوج، والطرق زي ما احنا شايفينها مغطاة كلها بالثلوج. انا برضو ماشية بالراحة جدا علشان ربنا يسلمنا ان شاء الله. طبعا والعربية بنلف بيها بتتزحلق مننا كأننا ماشيين على صابون بالظبط. يعني لازم الواحد يبقى في منتهى الحذر.
دي الشوارع اللي كنت مصورها لكم في المشي في شوارع كندا أثناء الحظر. شايفين دلوقتي شكلها عامل ازاي؟ كلها مغطاة بالثلوج. انا قربت اوصل اهو للبيت. يعني انا بيتي مش بعيد عن الشغل. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الحمد لله وصلت بالسلامة. نشر ونص شايفين؟ ما توقفتش عن نزول الثلج من 8 الصبح. شوفوا بقى لو كملت بقية اليوم هيبقى ارتفاع الثلوج على الأرض كام سنتي. الساعة دلوقتي بقت 4 والثلج توقف خلاص، مفيش يعني، خفيف جدا، بس اكمال على الأرض مهولة، فأنا مش هقدر أشيلها بالجاروف. فأنا بدأت أشيلها بماكينة كسح التلج دي. يعني بتستخدم لما يكون كمية التلج اللي موجودة مثلا 15 سنتي وأكتر. فطبعا الثلوج نازلة النهاردة من قبل 8 صباحا لغاية 2:30، فكمية يعني رهيبة. أنا عملت نص الممر بالماشين وهكمل بقيته دلوقتي. زي ما احنا شايفين ارتفاع التلج، انا بشيله بالماكينة، ويعني الناس كلها بدأت تطلع تشتغل بعد توقف الهطول، والشمس طلعت حقيقة ولا كأن في اي حاجة. يعني الشمس حاليا طالعة كأننا خلاص يعني صيف السفجة، بس زي ما انتم شايفين اهو كل الناس بدأت تطلع تشيل الثلوج الموجودة. بدأت الممرات بتاعت المشاة تظهر، مش كل الناس طبعا. وانا هنده بنتي تصورني وانا بكمل الشغل بالماكينة.
جاية تكسح الشارع، وللأسف وهي بتشيل رجعت تاني شوية قدام بيتي، فأنا لازم أشيلهم. الخط ده لازم أشيله. اهي عربية البلدية رجع تاني، عملت نص الشارع لناحية بيتي وبتشيل الناحية التانية. طبعا شايفين الجروف اللي قدامها ده، بتشيل مرة واحدة. شايفين الكمية اللي بتزقها العربية، هيوديها ناحية الرصيف. هيلف يعيد مرة كمان. يفضل كده يرجع ويعيد لغاية ما يشيل كل، لأن المنطقة دي يعني زي دوار في الحتة دي، الشارع يعني عامل دايرة. الشارع لافف وعرضه كبير في اللفة دي، فهو هيفضل زي ما احنا شايفين. الساعة دلوقتي 4:30 وخلاص، كل واحد شال من قدام بيته التلج بعد ما توقف طول السلوك، وعربية البلدية جت شالت. وبكرة السبت والحد الويك اند من المتوقع انه تنخفض درجات الحرارة بشدة، فاحسن ان كل واحد شال التلج، لان بكرة كل ده هيتجمد ويتيبس ويبقى عامل زي الازاز. زي ما انتوا شايفين النهاردة اضطريت استخدم ماكينة كسح التلج. شايفين ارتفاع التلج على الجوانب ازاي، و البيوت اللي حواليا الاشخاص الجيران بدأوا يشيلوا. وفاضل بس ارش الملح. اتمنى ان يكون الفيديو النهاردة عجبكم. يوم عاصف في كندا شديد البرودة، عشتوه معايا من اول اليوم، من 8 صباحا، من اول ما صحيت لغاية يعني احنا فاضل بالظبط ساعة على المغرب، اذان المغرب. شفتوا يوم عاصف مسلك في كندا، غريب جدا. امبارح انا مصوره لكم برونتي بارك، اللي لو كنتوا شفتوا الفيديو
كانت الشمس جميله جدا، ومكان خلاص انتهى التلج من على الارض، وخلاص قلنا خلاص الصيف داخل يعني. وزي ما انت شفته رجعنا كاننا في اول الشتاء، وعادي دي هي دي كندا. يوم مشمس، يوم مليء بالغيوم، يوم ممطر ثلوج، يوم عاصف جدا. انما بنعيش الايام دي الحمد لله يعني، بنستمتع بيها اي ما كان اليوم. بنحمد ربنا ان جاء علينا يوم جديد وشفنا شيء جديد. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، وارجو ان انا ما اكونش ضيفة تقيلة عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.